السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في حصة جديدة، أتمنى أن تكونوا قبل كل شيء في أتم الصحة والعافية. إذا دائما في إطار الاستعداد لامتحان الوطني المستوى الثاني بكالوريا، أريد أن أتقاسم معكم هذا الموضوع المتعلق بدراسة دالة أسية طبيعة الحال، وهو أمامكم الآن. يتكون من 3 أجزاء، سنقوم بالجواب عن كل جزء على حدة إذا في هذه الحصة إن شاء الله. إذا حتى لا أطيل عليكم، موضوع أمامكم، يمكنكم توقيف الفيديو وقراءته بتمعن ثم الإجابة عن أسئلة هذا الجزء الأول، ثم بعدها سنطرح الجزء الثاني وهكذا دواليك. إذا فيما يتعلق بالجزء الأول، عندنا واحد الدالة اللي هي معرفة كالتالي. أولا أحسب النهايات ديال الدالة في بلس لانفيني ومول لانفيني، أحسب جي بريم أن جذر التغيرات، استنتج إشارة الدالة جي دي إكس. ثالثا نضع اش دو اكس اللي هي كما ترون. اذا احسب مشتقه وادرس المنحنى ديال الداله اش دو اكس، بين المعادله انها تقبل حلا واحدا الفا، ثم استنتج ان اش دو اكس فهي موجبه على هذا المجال وسالبه على هذا المجال. اذا هذا كله تمهيد للجزء الموالي. إذن على بركة الله، فيما يتعلق السؤال الأول، إذن سأكتب الدالة جي دو إكس الإكسبونونسيال دو موان دو إكس بلس 2x موانز. إذا السؤال الأول هو أحسب ليميت ديال جي دو إكس عندما تؤول x إلى موان لانفيني. تلاحظوا لدينا هنا موان لانفيني، غتولي عندنا بلس لانفيني موان لانفيني، فهو شكل غير محدد. إذا غندير هي لا ليميت دو موان لانفيني، جو في ليكسبونونسيال دو موان 2x أون فاكتور، سا دوفيان 1 بلس 2x إكسبونونسيال دو 2x موان ليكسبونونسيال de 2x. Alors dans ce cas, je pourrais même chercher la limite en toute tranquillité. Alors il me reste ici plus l'infini. Alors lorsqu'il y a des choses qui sont très faciles, je ne vais pas m'arrêter plus de temps. Alors pour les choses simples, pour les choses difficiles, alors là je l'arrête et j'explique plus. Et donc voilà. Et donc là, je donne une nihaya diel moins l'infini. Donc en deuxième, un limite diel g de x. عندما تؤول x إلى بلس لانفيني. إذن فيما يتعلق بهذا الأمر، تلاحظوا بأن ليميت ديال هذه سي زيرو، دونك الغيست سولمون ليميت ديال 2x اللي هو بلس لانفيني، دونك سي بلس لانفيني. فوالا. السؤال الثاني، أحسب جي بريم دو إكس. ألوغ جي بريم دو إكس، ألوغ بأن جي دو إكس هي دالة قابلة للإشتقاق كونها مركبة من دالتين قابلتين للإشتقاق، وبالتالي يمكن حدد جي بريم دو اكس كوم ايتون فوالا ليكسبونسيال دو موان 2 اكس، لا ديريف ديالو سي موان 2 اكسبونسيال دو موان 2 اكس بلس 2. alors je pourrais même aller plus loin en effectuant de mettant 2 en facteur, c'est 1 moins exponentiel de moins 2 x. alors j' prime de x égale à 0, ça veut dire que l'exponentiel de moins 2 x égale à 1. C'est-à-dire que moins 2x égale à 0. Je peux mettre ln من هنا ومن هنا، يعني أن x égale à 0. إذن فوالا، دونك لو طابلو دو فاريسيون غادي يكون سهل بهذه الطريقة التي سترونها أمامكم. إذن فوالا x، ما ننساش بأن المجال التعريف هي معرفة على R، دونك فوالا. دونك جي دو اكس، دونك هنا عندنا صفر، غادي نفيد ديال. إذا بالنسبة باش تكون جي بريم بوزيتيف، يعني خاص يكون أن موان ليكسبونسيال دو موان 2 اكس خاص يكون موجب، يعني خاص يكون اكس أصغر من صفر، اكس أكبر من صفر، لأنه غتقول لي أن إكسبونسيال أن موان 2 اكس، سيتادير كو ليكسبونسيال دو موان 2 اكس دونك انفيريور أن، سافا دير كو موان إكس 2 اكس est inférieur à 0, c'est-à-dire que x est supérieur à 0. C'est-à-dire ici, il y a une moujaba ou une salibah. Et puis, le domaine de l'intérieur ou le jadwal l'intérieur, c'est qu'on a un chèque tel. Bien sûr, on a trouvé plus l'infini. Donc ici, on a trouvé que dans le cas plus l'infini, il reste à chercher g de 0, c'est facile à le trouver, c'est 0. Voilà. Et donc, je vais vous dire بأن هنا من خلال الجدول بأن الصورة ديال صفر هي صفر، يعني أن صفر هو قيمة دنيا. دونك كيل كو سوا إكس أبارتونون أ إر، فو غوماركي بيان كو جي دو إكس
elle est tout simplement supérieure ou égale à g de 0. Alors g de 0, c'est bien égal à 0. Donc on conclut que g de x, donc, elle est supérieure ou égale à 0. Alors là, ce sont des choses, g دو x. اذا حددنا اشاره g دو x فانها موجبه هذه الامور كلها غنستعملوها في ما يلي في الجزء الثاني او الثالث. الان عندنا نضع h دو x ايغال 1 بلس x موانزا اكسبونونسييل دو 2 x. اذا احسب h بريم دو x، دائما h فهي قابله للاشتقاق، دونك غيس لا ديريفي دو سا سي 0، دونك غيس لا ديريفي دو x موانزا exponentielle de 2x, c'est-à-dire on aura égal, c'est l'exponentielle de 2x plus 2 fois x moins 1 exponentielle de 2x, c'est-à-dire que h' de 2x, l'exponentielle de 2x en facteur, c'est-à-dire 1 plus 2x moins 2, soit disons exponentielle de 2x fois 2x moins 1. Et donc, de la même manière, h prime du x égale à 0, ça veut dire que 2x moins 1 égale à 0, ça veut dire que x égale à 1 demi. Alors là, votre tableau de variation égale sera de la même manière que précédemment. Voilà h du x, tout simplement votre domaine de définition c'est R, donc il s'annule au 1 demi. Alors le signe de h prime du x est positif lorsque x est supérieur à 1 demi, donc c'est facile à le faire sans même aller sans avoir de problème. Donc voilà, il faut chercher donc h de 1 demi. Donc h de 1 demi, c'est quoi? C'est 1 plus moins 1 demi fois e, c'est-à-dire 1 moins e sur 2, donc c'est 2 moins e sur 2. Alors 2e, c'est 2,7, donc c'est quelque chose de négatif. Voilà. Donc, il faut chercher quand même, si vous voulez aller plus loin, limite de h de x lorsqu'il tend vers moins l'infini. Donc, c'est la limite lorsqu'il tend vers moins l'infini de 1 plus x exponentielle de 2x moins exponentielle de 2x. Donc, c'est 1. Donc, voilà, je mets 1. Ici, j'ai trouvé 2 moins e sur 2. Alors, limite d'e plus l'infini, c'est déjà facile à le retrouver, c'est plus l'infini. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que h, voilà, là, سؤال الموالي هو بين أن المعادلة h de x تقبل في المجال حلا واحدا. إذا الجواب على السؤال يتطلب منا أن نبين بأن الدالة فهي متصلة على هذا المجال وأنها رتيبة وأن h d'après مبرهنات القيم الوسطية أن h de 1 demi fois h de 1 est inférieur strictement à 0. هذه الأمور التي هذا ما فضلت نظن بأنه ليس هناك أي مشكلة. إذا نقول بأن h فهي متصلة على المجال R وبالخصوص على المجال اللي عطاونا لأنه هو 1 demi plus l'infini، طبيعة الحال متصلة على مجال R plus l'infini وبالخصوص وبالخصوص على المجال اللي هو 1 demi 1. هذا من جهة. إذا كذلك قلنا بأنها تزايدية قطعا عليه. تبقى الشرط الثالث هو h de 1 demi fois h de 1 اللي هو 2 moins e sur 2 fois 1، c'est-à-dire هو 2 moins e sur 2 وهذا c'est déjà un terme négatif. Donc il existe un point alpha، وما تنساوش بان دونك on peut dire qu'il existe donc un certain alpha appartenant à 1 demi 1 tel que h de alpha إيغال أ زيرو، غنكونو جاوبنا على السؤال. إذن إلا جعلنا الجدول التغيرات، وهذا أمر مهم جدا. إذن قلنا بأن إكس أن سيغتان ألفا أبارتونو أ أن دومي أن، دونك سيبوزو أن هو هذا. إذن لاحظوا معايا بأن أش دو أن سيت إيغال أن. إذن فوالا إكس أن سيغتان ألفا، ردوا بالكم هاد الأمور هذه لأنها مهمة جدا. إكس أن سيغتان ألفا تيك أش دو ألفا إيغال زيرو. إذن يعني ما معنى يعني هذا؟ يعني أن هنا فا تيرم ديال h دو x غادي يكون هنا موجب، إذا جاية من ان جاية حتى لواحد لو تيرم سالب. إذا فوالا هاد لو تيرم سالب يعني إن إكس أن سيغتان بوان إيسي تيلكو h دو عفوا، لأن لاحظنا h دو زيرو لعوضنا x بار زيرو، ليكسبونسيال دو زيرو سي كوا؟ سي ان.
دوك غتقارين هنا موان زان، دوك ان بلوس موان زان سي صيرو، ساف دي كو اش دو زيرو سي تي ايكال ا بيان او شي ايكال ا زيرو، وهذا هو الخطر في الامر لانه ما عطاوهناش هاد الامور هذه، ولكن الفو باغ انتويسيون الفو بيان لو شيرشي. دوك تلاحظ بان هنا جايه من واحد حتى لصفر، اذا هنا غادي تكون موجبه هنا وموجبه هنا، بينما عندما تكون بين من صفر الان دومي ومن ان دومي الالفا غتكون سالبه. هذا من خلال الجدول يمكن ان نعرف او نجاوب على هذا السؤال، ولكن الا بغينا نتعمقوا اكثر، اذا فوالا الا خديت هذا المجال اللي هو صفر الفا، بين صفر والفا، يعني في هذا المجال بين صفر والفا، اذا عندنا اش دو اكس اللي نيجاتيف. علاش؟ لاننا خدينا الصوره ديال اش صفر الفا، هي ماذا؟ هي اش ديال نقدر نكتبها هي صفر ان دومي اونيون ان دومي الفا، جو بو ليكري دو سات مانيير، سيتادير بويسك هنا لا فونكسيون يفو بيان اوبليي نو فو با اوبليي كو اش اللي ديكرواسونت، دونك سا ما دون دو موان او سور دو زيرو اونيون دو موان او sur 2, 0. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Que quel que soit x appartenant à cet intervalle, h de x est inférieur strictement à 0. Donc h de x est inférieur à 0. D'où la réponse, bien que le signe de h de x est bien inférieur à 0. H de x est strictement supérieur à 0. Il est strictement supérieur à 0 ici. Et donc, c'est pas le majeur l'aha, le roi. بين 0 و الفا، عفوا هنا نيجاتيف، عفوا هنا استغفر الله. اذا هنا اش دو اكس فوالا لقينا بانه الفا غا 0 فوالا. تبقى المجال الاخر اللي هو غادي ناخذو كيلكو سوا اكس ابارتونون، لاخذين المجال موان لانفيني، موان لانفيني 0 بيان سور فوالا اونيون الفا بلس لانفيني. دونك لاحظنا من خلال هذا الجدول هذا من هنا من موان لانفيني حتى زيرو ومن الفا بلس لانفيني، اون غوماركي كو اش دو اكس ستيكتومون سيبيريور ا زيرو. دونك فوالا، اذا الا بغينا ثاني كذلك نتوسعوا في هذا الامر هذا، لاننا خدينا من مجال موان لانفيني زيرو، الا درنا اش الصوره ديال موان لانفيني زيرو غتعطينا هي زيرو ا من خلال الجدول. يعني كلكو سوا اكس ابارتونون ا سات انترفال، تلاحظوا بان اش دو اكس ستيكتومون سيبيريور ا زيرو. كذلك بالنسبه للالفا بلس لانفيني، الصوره ديال الفا بلس لانفيني غتعطينا هي كذلك هي زيرو بلس لانفيني. اذا في كلتا الحالتين اش دو اكس اللي ستريكتومون سيبيريور ا زيرو، وهذا الامر هذا فهو من الصعوبه بمكان، لان ليس من السهل باش يتجاوب على هذا السؤال، يتطلب تدقيقا وتركيزا. اذا فوالا نعقلوا على هذه المساله هذه، لان هذا الاستنتاج هذا فهو سيساعدنا على تحديد جدول التغيرات ورسم انشاء المنحنى. الان غنمروا للجزء الثاني اللي هو بقيه ديال التمرين. اذا فوالا الجزء الثاني اللي هو امامكم، الله يخليكم حاول توقف الفيديو الا بغيت توقف الفيديو باش تقرا بتمعن، لان هذا الامر هذا يتطلب تدقيقا وتركيزا قويين. اذا فوالا نعتبر المعادله عفوا الداله هي معرفه على ار اف دو اكس ايكال، اذا دائما هنا احسب النهايات بين ان المستقيم هاد دي فهو مقارب مائل بجوار موان لانفيني، ودروس الفرع اللانهائي بين ان اف بريم تساوي جدول التغيرات الوضع النسبي، بين او تحقق، اذا دائما الاسئله متدرجه، ادرس الوضع النسبي وادرس ارسم المنحنى، عاد ندوزو للجزء الثالث. اذا باش ما نبقاش نطول عليكم غادي نحاول دائما ندخل في صميم الموضوع، وغادي ندخلوا الجواب عن مختلف الاسئله. انتم عندكم الوقت كما قلت باش توقف الفيديو وتقرا اسئله سكريني كاع ميم الموضوع وتجاوب على خاطرك، ثم ترجع وتشوف الاجوبه. اذا فوالا، اذا فوالا اف دو اكس، دونك عندنا اف دو اكس ايكال اكس بلس ان بلس اكس موان زان ليكسبونونسيال دو 2 اكس. اذا اولا النهايه ديال اف دو اكس عندما تؤول اكس الى موان لانفيني هو اللي ميدير هذا موان لانفيني،
دونك فوالا سي لا ليميت دو موان لانفيني دو اكس بلس اه. ندير الاخرى عمليه النشر باش تجيني ساهله ليكسبونسييل دو 2 اكس، لان هذا سي زيرو سا سي زيرو فو كونيسي توس، دونك هذا سي موان لانفيني دونك ما كاينش اشكال. غندوز ليميت دو اف دو اكس عندما تؤول اكس الى بلس لانفيني، دونك سا سي بلس لانفيني، سا سي بلس لانفيني فوا بلس لانفيني سي بلس لانفيني، دونك سي تري فاسيل، حرام ما يقدرش يبين، دونك راه فو بوفي لو تروفي تري فاسيلمون. إذا بالنسبة للمستقيم المائل، إذا هنا خاصني نقول أول حاجة خاصني ندير اف دو اكس موان ايكغيك صديق اكس بلس اه، وندرس النهاية ديالها، ستادير هي اكس موان زه ليكسبونونسييل دو 2 اكس اللي هي x exponentielle de 2x moins l'exponentielle de 2x. Ça, lorsque x tend vers plus l'infini, moins l'infini, moins l'infini, c'est 0, et ça c'est 0. C'est-à-dire que la limite de f de x moins x plus 1, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est bien égal à 0. Mais il y a un moustaqim de l'moïdala y égale à x plus 1, فهو مقارب مائل. إذا مقارب مائل بجوار موان لانفين. ودرس الفرع اللانهائي، ماذا نقصد إذا بالفرع اللانهائي؟ يعني خصك توجد ليميت دو اف دو اكس سور اكس، دونك ليميت دو اف دو اكس سور اكس لو سيتون فيغ بيان سور جوار بلس لانفيني، جوار بلس لانفيني، دونك سي سي لا ليميت بلس لانفيني دو اكس بلس 1 سور اكس plus x moins 1 sur x l'exponentielle de 2x. Donc ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini, c'est très facile. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Que c de f ici, donc il y a qbalo far'an shal jamiyan bijewar plus l'infini et tijahuhu mihwar al-arati. C'est-à-dire que la courbe représentative il admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Nous avons un autre question. Voilà. D'abord, nous allons parler de f' pour bien que f' est g de x, l'exponentielle de 2x. Alors, f' de x, je le fais directement, il est simple. Donc, c'est 1 plus l'exponentielle de 2x plus 2 fois l'exponentielle de 2x fois x moins 1. Donc si je fais l'exponentielle de 2x en facteur, ça va me donner 1 plus 2x moins 2, c'est-à-dire c'est 1 plus l'exponentielle de 2x fois 2x moins 1. Donc, on a fait bien que c'est ça. G de x exponentielle de 2x. Et donc, on va calculer g de x l'exponentielle de 2x, il y a l'exponentielle de moins 2x plus 2x moins 1, fois l'exponentielle de 2x. Donc, ça va me donner l'exponentielle de 2x fois 2x moins 1. C'est la même. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Tout simplement, je vais dire que f' de x égale g de x l'exponentielle de 2x. Voilà, j'ai bien montré ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dit de g de x? On a déjà montré la première question que il est supérieur à égal à 0. Donc, votre tableau de variation aura cette allure là. Donc voilà x, f' de x, f de x, donc votre domaine de définition, voilà, la fonction elle s'annule, f' s'annule au point g', c'est-à-dire que vous aurez une tangente horizontale au point 0, yani ms, au voqi, fin nocta, safar, idem, yani anadella kulluha moujaba, f' de ms moujaba, yani l'allure sera de cette manière là. Donc vous avez moins l'infini et vous avez ici plus l'infini. Alors f de 0, il faut chercher f de 0. Donc si vous remplacez, vous allez obtenir 1 moins 1. Donc c'est bien égal à 0. Voilà. Et de 1, je dois le tarayurat, on doit le voir à Nisbi. Il y a c de f, mais à l'moustaqim d. Les voies d'il mu'adela y égale à x plus 1. Et de, déjà, on a f de x. Voilà, on a f de x moins x plus 1 égale à x moins 1 exponentielle de 2x. C'est-à-dire, ici, بأنه الإشارة ديال هذا هو إشارة ديال x moins 1. بمعنى إلا كان x أكبر من 1 غتكون هذه موجبة، إلا كان x أقل من 1 غتكون سالبة. إذا فوالا
اذا نقول بان هذا الدلتا سي دي اف سكوب او بوان ان، اذا بمعنى اخر الا كانت اكس اكبر من اه غادي يكون هذا موجب، يعني ان سي دو اف غتكون فوق المستقيم الدي، ولا كانت اكس اصغر من اه غادي يكون سي دو اف اصغر او او دو سو يعني غادي يكون تحت مستقيم الدي، ولكن الا كان اكس ايكال اه غتكون هذه تساوي صفر، بان يعني ان سي دو اف والدلتا يتقاطعان او السكوب في النقطه x ايكال او 1. وهذا الامر هذا فهو شيء مهم غادي نحاول نستدرجه وخاص نخدمه او نوظفه في انشاء المنحنى. اذا فوالا ادرس الوضع النسبي، تحقق بان f دو x موان x ايكال لاصق h دو x، اذا غادي نفس الطريقه f دو x موان x، دونك فوالا f دو x موان x سي كوا سي 1 بلس x موان z اكسبونسييل دو 2x سي فاسيل، دونك سي بيان ايكال h دو x. اور الاشاره ديال h دو x عرفناها، قلنا بان سي اكس ابارتي رجع للجزء الاول بان سي ابارتي ا موان لانفيني زيرو اونيون الفا بلس لانفيني، اون ا ديجا دي كو h دو x ستريكتومون سيبيريور ا زيرو، سيتادير كو لا كورب سي اف غتكون فوق المستقيم الدلتا ديال المعادله ايكال ايكال اكس، بينما الا كانت اكس تنتمي الى المجال صفر الفا غادي تكون سي دو اف غتكون تحت المستقيم دي. لماذا؟ لان اش دو اكس غتكون في هذه الحاله سالبه، بينما هنا اش دو اكس فهي موجبه. اذا هذا الامر هذا فهو تنظر بانه مفهوم. الان اخيرا ادرس الوضع النسبي، اذا الوضع النسبي هو هذا قمت به دابا الان، اذا بقى لنا فقط انشاء المنحنى. اذا بالنسبه لانشاء المنحنى حاولت رسمه مسبقا حتى لا نضيعوش الوقت بزاف، اذا فوالا غنعطيكم غير الخلاصه ديال المنحنى باش تعرفوا كيفاش ديروا. اذا فوالا، اذا اول شيء خاصنا دائما في المنحنى نحطوا جدول التغيرات امام اعيننا، هذا من جهه، ونستحضروا لي كونكليزيون او النتائج او التاويلات الهندسيه اللي كاينه من خلال الموضوع. قلنا بان اش اف بريم يساوي او بوان زيرو، يعني عندنا واحد المماس في النقطه صفر، بحيث ان اف دو صفر هي الصفر. وقلنا عندنا مقارب مائل بجوار موال لانفيني معادلته ايكغيك ايكغيك اكس بلس اه، اذا الرسم هو الاول. وعندنا الوضع النسبي بالنسبه لاف بالنسبه للدلتا، قلنا فوالا هاد الدلتا قلت ايكغيك ايكغيك اكس، وقلنا فوالا بان المنحنى غادي يكون تحت من المستقيم الدلتا في هذه الجهه، وهنا غادي يكون فوق مستقيم الدلتا. ما نساوش بان قلنا الدلتا والمنحنى يتقاطعان في النقطه اكس ايكال ا الفا اف بسبيع ايكال الفا. اذا فوالا، اذا هذا هو لان اش دو الفا ايكال ا زيرو. فوالا غادي نرجع معكم لهنايا كونتيسك اف دو اكس ايكال ا اكس، فين شناها؟ اذا هنا سي دو اف، اذا متى يكون هذا يساوي صفر؟ يعني غتكون لوسك اكس ايكال ا ان. اذا بالنسبه للمقارب المائل فوالا هنا غادي تكون كوبيور. فوالا، اذا هاد الجدول قلنا بان الداله تقبل فرعا شجميا اتجاهه محور الاراتيب، ولا باس نوضع واحد النقاط لان اف دو اه هي اه، عفوا اف دو اه هي دو، لقيتها هي دو، دونك فوالا درت واحد النقطة هنا معينة. إذا المنحنى فهو على هذا الشكل. أتمنى أن يكون جوابي على هذا السؤال صحيحا، وحتى إذا كان هنا خطأ بسيط فإني لم أنتبه إليه، لأني ليس لدي جوابا جاهزا أمام عيني، ولهذا أتعامل بتلقائية مع أي موضوع في الرياضيات. أتمنى أن يكون هذا التفسير وهذا الشرح مبسطا حتى يستفيد الجميع. إذا الآن بقى لنا الجزء الأخير، هو الجزء الثالث الذي يتعلق بالدالة المرتبطة بمتتالية. إذا هذا النوع من الأسئلة دائما يطرح. إذا السؤال الأول هو بين بالترجع أن فوزافي اف دو يو ان ايكال يو ان بلس اي اف دو يو ان، اون فو دوموند دو مونتر كو يو ان كومبري اونتر زيرو الفا. اذا ادرس الرتابه ثم حدد النهايه. اذا هذا الامر هذا فهو بسيط للغايه، يعني يعتمد على واحد البرنامج واحد المراحل اللي هي سهله. اذا غادي نقول باش نبينوا بان يو ان كومبري اونتر زيرو الفا، يكفي ان اقوم بان ناخذ ان ايكال زيرو لان ان تنتمي الى ان، عندنا ان زيرو ايكال ان دومي. اذا هل تحقق
هذه العبارة بطبيعة الحال تحققها لأن on vous a donné la valeur de alpha comme étant égale à 0,8 donc c'est bien ça donc c'est vrai. إذا اش نقولوا نفترض أن UN فهي بين الصفر والفا ولنبين أن UN plus 1 حتى هي كذلك بين الصفر والفا. إذا فوالا إذا كيفاش غنبينوا هذه المسألة هذه فقط سامبلومون عندنا انطلاقا من UN كومبري اونتر 0 الفا ومن خلال المنحنى ولفات بأن F فهي تزايدية يعني أن F دو UN تاهي غتكون بين F دو 0 و F دو الفا. إذا F دو الفا سي بيان إيكال الفا دونك يسيفي دو لو فيريفي دونك غتبقى عندنا هنا 0 وهنا الفا دونك سي بيان اكزاكت لانه الى رجعنا لاكور دونك فوالا اف دو الفا الفا سي 0.8 دونك اف دو الفا ايتيغال الفا دونك هنا كاين تقاطع في هذه النقطه بين اف ودلتا ايغال 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 اكس هي الفا فوالا. اذا هنا ساكون قد اجبت عن هذا السؤال. اذا فوالا ندوز الان نمر السؤال الموالي. إذا سي دو اف قلنا هو الدلتا يتقاطعان في النقطة تساوي الفا هنا غلطت ربما هنا يتقاطعان في النقطة اكس ايكال الفا اعتذر عن ذلك. إذا غادي نعاود نمشي نكمل الجواب على هذا. الرتابة ديال المتتالية ما معنى الرتابة؟ خاصني نقلب على يو ان بلس اه موان يو ان او يو ان بلس ان سي كوا سي اف دو يو ان موان يو ان سي بيان سا. دونك بالنسبه ليا انا في السؤال السابق قلنا ديجا مونطري كو اف دو اكس موان اكس كيتيغال اش دو اكس قلنا ديجا مونطري كو الي تافيريو ايغال ا زيرو بور اكس ابارتونو ا زيرو الفا. الوغ لا كيسكو جو في دير بويسك يو ان ابارتيان ا زيرو الفا الوغ جون ديدوي كو اف دو يو ان اي اوسي انفيريور ا زيرو مما يعني ان يو ان inférieur à x à fois les n h de f de x moins x donc inférieur à 0 ça veut dire que f de x est inférieur ou égal à x donc inférieur à un يعني ان un plus 1 est inférieur à un يعني ان un est une suite décroissante. Alors dire que un فهي تناقصية هذا من جهة ومصغورة بالعدد صفر إذا فنقول فهي متقاربة وبالتالي ليميت ديال يو ان عندما تؤول الى بلس لانفيني هو صفر. اذا هذا هو الجواب النهائي عن هذا التمرين والتتمة ديالو. اذا اعتذر اذا كنت انت نسرع شوية فالظروف لا تؤتي او الظروف لا تسمح لي بذلك خصني منفوش تقريبا نصف ساعة حتى لانه عندي اشكال في البورتابل ديالي اعتذر عن ذلك. واذا كانت هناك بعض التعليقات فمرحبا بها. اذا اللي بغى يدخل يزيد يستافد اكثر يدخل الشان ديالي مات اي فيزيك اون بوش ويمشي ديريكت مور ما بلاي ليست راه غتوجد تما مجموعه من الدوال والتمارين والمواضيع المهمه والمتعمقه والصعبه شيئا ما. اللي بغى يزيد يتعمق اكثر فمرحبا. اذا اشكركم على انتباهكم أتمنى لكم حظا سعيدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.